x. For all x تنتمي إلى square يعني كل square هو triangle. أو ممكن أكتبها بطريقة ثانية. ممكن أكتبها بطريقة ثانية. For all x square للx square x x rectangle x مظبوط؟ فهاي وهاي يعني هاي هو there is something that is a square and a triangle. ليه؟ على فكرة هلا شايفين الكتاب كيف بيكتب اللوجيك؟ شو الفرق بين كتابته وكتابته؟ طلع شو كاتب هو؟ قارئة على فكرة الكتاب هذا بالنسبة له لا هاي هي فورمال ستيتمنت يعني هاي بالنسبة للكتاب فورمال ستيتمنت فور اول اكس اف اكس از ا سكوير اكس از ا سكوير دائما الكتاب على فكرة الفرق بينه وبين الكتاب انه بحطش البريديكيتس بالطريقه اللي انا بحطها بس فدائما هاي هي البريديكيت صح؟ يعني اذا بكون دائما قرر بينه وبين الكتاب هاي هي البريديكيت فهو كان اكس از سكوير انا بقول سكوير اكس اكس از تريانجل انا بقول تريانجل اكس شفت شو الفرق؟ جرب يستخدم الاف يعني زي اف كمان مرة؟ أو هون اف ذن سوري اف ذن اتس اوكي صحيح بس هاي بصير مش فيرست اوردر لا 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 طيب بشرح لك كمان من السلايد اللي قبل خليني هلا هاي عشان اقول لكم انه مرات بتكون ال if a number is an integer then it is a rational number هاي عشان اقول لكم انه مرات بيكون implicit الكوانتيفيكيشن يعني بالجمله الطبيعيه الناس مرات بيعملوا تعميم بقول لك اني كذا معناته كذا فانت بدك تنتبه انه هاي الاشياء بتكون مالها implicit لاحظين؟ يعني هاي if a number is an integer هاي for all that exists شو اسمك؟ مرحبا حنان هاي for all that exists هلا انت بدك حسب انت شو بتفهم من الجمله ان اوعى تقرا او تكتب دائما for all that exists حسب طيب خلينا ناخذ الان مثال ونحاول هذا المثال مشهور جدا كل قطب اللوجيك الكل بيشير اللي بسموه تارسكي وول اللي معي كتاب قديم عشان يقدر يعرفهم بنصحه يكتب يحط الوان هذا نجرب نشوف صحة هاي الجملة شو رأيكم أول جملة صح ولا خطأ هنقرأ إياها شو اسمك أنت سمع اقرأي لنا هاي الجملة بالعامية كل سرعة كل المثل على زيرو صحيح؟ كل المثل على زيرو جملة سواء واللي بعدها ايش؟ كل شيء كل الاشياء زيرو كيف مثلثات؟ او اي از نوت اي لا معناته اللي بعده كل
كمبيوتر مرض بعد المايكروسوفت عامل هو كمبيوتر مرض بعد وعالمين بحيث يكون على اليمين أول إيش هذا اللي نقرأ شيها دي رايت نقرأها دي رايت أوف واي تفهم معنا دي إيش هذا يا بيت ولا كونستان كونستان دي إيش هذا رايت أوف واي وين دي هاي دي هي على يمين إيش دي على يمين إيش هنقول على يمين مربع في مربع على يمين دي في مربع في دي على يمين مربع في مربع مربع على يمين دي على يمين في مربع هذا المربع هو على يمين دي هو على يمين دي هو على يمين دي أو دي على يمين هذا المربع دي وين اليمين بلاش تخربش هذا اليمين صح يعني طلع هو من هون في مربع صح؟ ستة عشر مظبوط؟ ففي مربع يعني هي يعني ما مثلا نقرأ انت جربوا قولوا ايش؟ هلا شوي 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 هلا دي على يمين ايش؟ مظبوط؟ دي على يمين المربع على يمين ايش؟ مربع صح؟ دي على يمين اتش صح 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 دي على يمين اتش طيب وش مربع هاي مربع طلع صح طلع يعني خلص دي جهه طب هذا مش يمين هذا صح لا يعني على يمين ايه بده بس اوكي بس يعني عشان انت تعرف تتاكد انكم قراتوا ما غلطتوش روح خذ واحد من هن وجرب عشان ما تغلطش جرب اقول مثلا برضو اي اي لما نقول دي اند رايت او اي فدي على يمين اي صح ها 13 ها كيف؟ هاي مش ليه؟ هنبدا على مش على مش يعني على بس على بعد مش ما كلكم يا صراحه انا لا انا فكرت بده يعني اطلع على على دي على دي حصولي يعني لا يعني على يمين اكثر عنده بس في زياده يعني على يمينها مش مهم انا طيب هلا ذي زيد صارت ذا ايه زيد صارت ذا سكوير زيد وجري زيد شو يعني جري؟ سكن يعني ايش؟ في مربع سكني هلا قولوا لي هاي سكني ولا هاي؟ هاي اسود صح؟ في مربع سكني؟ لا ليه؟ في حد عنده اي سؤال حتى تفضل الستمنت الاخيره الستمنت كل كم الاخيره معنا يعني تبع سكوير واي ورايت اوف دي رايت اوف واي هلا في عندي مسميه كل شيء مسميه حط عليه حرف صح؟ اه بحكي لي سكوير واي هل شرط انا ادور على سكوير جوا هذا الواي ولا اي سكوير بشكل عام؟ واي بدي اعرض عن الواو شايف هاي شو اسمه عالم يعني فرق انه هذا هو كل العالم يعني اي سكوير واي يعني هون انا قصدي اقول لكم ما دام مش حاط الدومين يا جماعه طب انا مش حاط الدومين الكتاب ماك على هذا الكتاب ماك المادية تنتمي الى ايش مثلا مش حاط الدومين فأنا حر بدي أقول
تي نقطة. ها؟ وهون بنكون سمينا وول. تخيل انه هذا العالم كله وايش؟ فهو بس عشان نتعلم كيف نفهم ونقرا وندقق صح اللوجيكال ستيتمنت. فهون يعني معناتها احنا محدودين هون في العالم هذا. فخليني اسمحوا لي اسرع شوي بس هاي الاشياء الاساسيه. هذا انو مقدار ينفيني يعني لما بقول all Palestinians like that. يوجد فلسطيني. أنا بحكي العكس ها؟ بالإنجليزي؟ No Palestinians like that؟ لا لا. No؟ هلا نتحسن. نفس الشيء. عكس. أو all Palestinians exist. طيب. خلينا نكتب هاي بالمعنى. كيف all all X تنتمي إلى فلسطينيا like X زعف وهان no Palestinian Palestinians like زعف يعني برضو الكاتب for all X مزبوط تنتمي إلى بال such that not like not like X زعل هيك قصدك صح؟ هذا شو رايكم؟ غلط ليه؟ هلا لما انا اقول لك شو اقول لك انا؟ فيش كل الفلسطينيين بحبوا زعل بحبوا الزعتر. انت لما تقولي لي صار فلسطيني بدك تكوني عكسي لما بدك تكوني عكسي شو بدك تقولي؟ لا تقولي لي غلط 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 في فلسطيني بحب الزعتر. شو يعني عكس هاي؟ في فلسطيني بحب الزعتر يعني ذير از فلسطينيان هو لايك زعتر ذير there is a Palestinian who who doesn't like Zion. مزبوط؟ يعني وكأنه لازم أقول أوكي لما أن فيها طلعوا منيح لما أن فيها there exists شو يعني؟ there exists تنتمي إلى فلسطينيا not like it's زعف على طلع الفرق بيني وبيني هاي جملة غلط لحظة يعني باختصار عشان أنفي جملة عشان أنفي جملة شو بسوي؟ عشان أنفي هاي يعني بدي أنفي هاي ناخذ at least one لا بروح بفوت هاي الكل بتصير there exists كمل بعدين كل اللي هون بصير نط طبعا هون شغل واحد فبتصير نط صح فبالتالي يعني عشان انتهاي بقلب هاي صح وبعمل هاي شايفين؟ فهمتوا علي؟ خليني امشي اسرع من التسجيل هلا هلا بنناقش في حاطط عندي امثله كثيره هلا هلا طيب بدي انا اكون عندي هاي الكل شو بكون؟ some people do not like that شو عكسها؟ شو نفيها؟ كل الناس بحبوا الزعتر فهاي اول شيء خلينا نكتبها باللوجيك عشان اكتب اللوجيك سام اعتذر اكس تنتمي الى كيبل نحط لاي اكس صح ليه؟ فلما بنفيها برضه نفس الشيء بسوي فشو بقول؟ لما انفيها فور اول ونط نط نط فتشطب مع بعض يعني
كل الناس حطوا صح. هاي نفي جملة there exists ليه؟ طيب خلينا ندخل على أربع خمس أمثلة أو مثلا عشر أمثلة. شي هاي؟ all brands B B is odd. يعني لو تكتبها عاد تكتبها باللوجيك. Well هو شكله مو عامل باللوجيك بس أنا باللوجيك تبعي. For all X تنتمي إلى brand B sorry odd B. أستاذ إكس. إكس. سوري خليها بي. خليها بي. شو نفيها؟ There exists B تنتمي إلى بيرسو إلى برايم. Not odd B. ليه؟ تفكر؟ نقطة كمان جميلة. Some computer hackers are above over 40. نكتبها بال Some computer hackers يعني there exist C أو خلينا نقول هي H يعني hacker. بالتأكيد نقول there exist X تنتمي إلى hacker. وبعدين over طلع هاي الـ VR كيف عمل هاي البرديكت؟ كيف تكتبوها؟ هاي انترستنج لكم. اتش اكبر من 40 بسرعه مش البرديكت. لا اوفر 40 ليش ما انا اكتب اوفر 40 اوفر 40 اتش صح؟ هيك احسن. نفيو بدير نفيو ايش؟ نفيها بصير هاي all computer programs are final. فبقول for all C تنتمي الى computer such that فبقول فاي نان استاذ بس مش لازم كبير البروجرام سي هلا عشان فيها شو نفيها بصير؟ يعني كل الكمبيوترات ار فاينل فانت تقول له لا في ما راح مش فاينل بسوي حط سجلات كلها كم مره؟ سجلات سجلات طيب اخر واحد كمان في واحد ثاني يلا هاي هاي عندي مكتوبة بالشبه لوجي في تريانجل تي تكتبها تي تنتمي إلى ثلاثة جملة ثلاثة sum of angles of T equals 100 درجة سم 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 استعمال هذول سم سم اللوجيك الماثماتيكال سيمبلز في جمل الكلية والجزئية لا مش صحيح لانك انت لازم توضح لي انها بريدكت. اهم شيء عندي وانا اصلح في امتحانات انك انت بتعرف تعمل بريدكت ولا لا. وعلى فكره هاي اصعب حاله بتمر علينا هلا انا بدي اعملها قدامكم بريدكت. كيف اسويها بريدكت هاي؟ ها؟ صار سم اوف سم اوف تي ايكوالز يعني هاي صعبة بس خلص بحط سم انجلز 200 درجة
ليه؟ انا عشان انا فيها بقول في عيان ايه؟ كل 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 هي هاي هاي مظبوط كانت كان لازم تتكلم واحد يقول في تريان كل يا سيدي كل يا سيدي لا هي راس ليرجز عشان فيها بتحط ليه؟ طيب نو بريتيشنز ار اونست صحيح؟ شو شو رايك لكم؟ لا والله كلهم اونست ايام دكتور انا بدي ابدا لازم يكون في 200 مجموع الزوايا بتساوي 200 هون some of angles equal some زين انا حطيت البريديكيت هون some of the some بدي اقول لك some angles حتى هيك حطيت equal angles حطيت بدون ما حطوا ايكوال او ايكوال سمي يعني ايكوال هاي جملة يعني هاي ليبل كامل في هاي صفة شو قلنا بعد كده؟ صفة هيك طيب no preditions are honest يلا شو فيها؟ شنو فيها؟ هلا نو بوليتيشنز ار اونست يلا في مخك اول بوليتيشنز اكتبها في مخك مش يلا نو بوليتيشنز ار اونست نو بوليتيشن هلا انا بدي اعمل ناط جوا اقول ايش اف بي اوف اكس ذن كيو اوف اكس مظبوط؟ لا ادخل هلا بدك تدخل يعني انا سويت وعملت هال وعملت ناط على اللي بعده مظبوط؟ صحيح؟ فانا هلا شو اسوي؟ دخل شو بتصير؟ فبتصير بي ام نوت تصدقوا انا خلاص طيب طيب هاي في بعدين مثال حاولوا تسووا انتوا لحالكم صراحه عشان انا مش قريب صار عندي امثله في مثالين هون يعني تسووا لحالكم ها خليني هلا بس بدك شو معناه هاي شو معناه يا شباب معلش شو معناتها؟ شو معناها؟ كل x ينتمي الذي هو q of x هاي متغير كل person وهذا تقول all x تنتمي إلى فلسطينيا smart x شو يعني؟ بقول هاي كل فلسطيني smart مظبوط معناها هي؟ شو يعني؟ نعم بدنا نجيب سمارت سمارت لا سمارت ايش؟ فلسطيني يلا مين؟ فلسطيني علي بدك تحط كل ام سمارت بدك تحط اسمائهم كلهم وان بين صح؟ شفت شو معناها الوقود؟ شفت شو معناها؟ وضحى؟ طيب فيرسز بالضبط طبعا ما بقول future there exists x such that smart
فلسطينيان سمارت اكس معناها سمارت معناها سمارت مثلا علي اور سمارت بدي احطهم كلهم واحد منهم على الاقل لازم يكون ترو شايف معناها؟ طيب ناخذ اخر شغلتين صغار جدا في عندنا الكونترا بوزيتيف تتذكروها؟ الكونترا بوزيتيف تتذكروها؟ ها؟ المحاضرة تخلص وين؟ طيب نكمل المرة الجاية بس لا بدي اعطي لكم في حدا ينزل لي ورقة عشان اسمع طيب معلش لازم سويتها من البداية.